تمني، هو اليوم غادي يتسمى بانه فشل وغادي تقسم بحال تقسم الاتحاد الاشتراكي او غادي يضعف، ولهذا انتم مستهدفون اكثر من غيركم، ولعل هذه السياسه الفاشله مقصود منها افشالكم، خصكم توعوا، مقصود فيها اضعافكم، خصكم تسمعوا، الا قديتوا تغيروا غيروا، والا ما قديتوش تغيروا استقلوا. لأن الضرع غدا ستحاكمون أمام الله، ستحاكمون أمام الله بما قمتم به وبما كنتم تستطيعون القيام به ولم تقوموا به، وبالتالي الإنسان سيحاسب يوما، إما يحاسب وطنيا إما يحاسب إلهيا. فنتمنى من الله أنه نعاون، أنتم الشباب تحملون هذه الرسالة، وهذه الرسالة كبيرة جدا، لأنه خصكم تسيسوا، تسيسوا بالمفهوم العلمي، تسيسوا تقواوا، التكوين ديالكم يكون قوي، باش تقوي باش تكون دافع على هذه البلاد، لأن هذه البلاد مازال محتاجة اللي يدافع عليها، فإلا حنا ما استطعناش ندافعوا بما فيه الكفاية، لأننا عاطفيين، ولأننا يعني بين قوسين يعني تنشرطوا بزاف، الأمل فيكم، أمل فيكم أنكم تدافعوا على هذه البلاد، لأنه المستقبل ديالها إما أن يكون بكم أو لن يكون، لأن هذه السياسة الحالية تسير إلى الحائط. أنا أقولها لكم بوضوح وبصراحة، وبأنا أتحمل مسؤولية هذا الكلام.